بمشاركة العشرات من الناشطين السياسيين والاجتماعيين وبدعوة من لجنة التوجيه لعرب النقب، عقد في المركز الجماهيري شقيب السلام اجتماع طارئ للبت في مخطط الكرفانات. احنا في وضع طوارئ، المخطط هو يحمل اسم طوارئ ونحن في حالة طوارئ، وشكل المخطط يعني كيف خططوه اليوم وكيف اشتغلوا عليه بمعنى أو بآخر. حاليا في مخطط اللي هو مخطط شارع 6، احنا محتاجين بشكل فوري نهجر الناس حتى الشفلات تنزل على الشارع، واحنا مشان الشفلات تنزل على الشارع لازم ناخذ الناس اللي ساكنة على خط شارع 6 ونهجرها في كرفانات بشكل سريع وشكل فوري. وفي هذا الحالة هم محتاجين كرفانات جاهزة في حارات جاهزة مشان الشفلات تنزل على الشارع، ومن هون جاء المخطط. هذا المخطط لن ينجح مع بدو النقب بتاتا، لن ينجح هذا المخطط، سوف نناضل من أجل إفشال هذا المخطط كما أفشلنا بربر وكما أفشلنا غيره من القوانين العنصرية الظالمة. نحن نعرف أن هذه الدولة لا تريد خيرا لبدو النقب بالذات وللعرب بشكل عام. هي بدل ما تخطط تحط الناس في كرفانات، يجب عليها أن تحارب العنف والجريمة اللي مستفشية في الشمال ومن تحت يد سياسة الدولة ومن تحت مؤسساتها. أما تجي ناس آمنين ساكنين تحطهم في كرفانات، هذا أمر مرفوض رفضا قاطعا. والله لو بوصل عصيان مدني لن يرحل أي مواطن من بدو النقب. الهدف هو إحباط المخطط. هنالك 4 مستويات للتعامل مع هذا المخطط. المستوى الأول هو الجانب الشعبي التوعوي من خلال شرح مفصل لهذا المخطط، من خلال اجتماعات ميدانية جماهيرية في القرى غير المعترف بها. المستوى الآخر هو مستوى سياسي للقائمة المشتركة. يوم الاثنين سيطرح الموضوع على طاولة القائمة المشتركة، سنرى ماذا بإمكاننا أن نفعل على المستوى السياسي والضغط السياسي على الحكومة. يجب أن يعلم الجميع أن هذه حكومة انتقالية. المستوى الثالث هو الجانب المهني للمؤسسات المهنية التخطيطية وأيضا القضائية لوضع تصور لمناهضة هذا المخطط. والمستوى الثالث هو تدويل القضية وطرح هذا على المؤسسات الدولية. يأتي الاجتماع على إثر المخطط الترحيلي الذي أعدته سلطة توطين البدو والقاضي بنصب مباني مؤقتة في جميع البلدات والقرى العربية لإسكان المرحلين مؤقتا، تمهيدا لترحيل قصري واسع النطاق لآلاف سكان القرى غير المعترف بها. نحن لسنا في الصورة، المخطط يعني هو جزء من يظهر كحملة عسكرية مغلقة. نحن لا ندري ماذا يجول في خطرهم، ماذا يجول في داخل هذه الأروقة، في أروقة الحكومة ولا في مخططاتها. نحن لسنا في الصورة تماما، يعني مستبعدين تماما، وهذا مستهجن ومستنكر جدا. لم يتم استشارتنا من أي جهة حكومية، ونحن نعارض هذا المشروع، ونحن نطالب بأن يقيم المسؤولين الحلول في منطقة سكناهم وليس نقلهم إلى بلدات أخرى. نحن تحدثنا مع بعض رؤساء المجالس، ونحن سنقف وقفة واحدة للتصدي لهذا المشروع. المتحدثون قرروا ضرورة الوقوف معا والوحدة بين أبناء النقب لإفشال المخطط الذي وصفوه بالترانسفيري وإطلاع العالم على خطورته على سكان القرى مسلوبة الاعتراف.